والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر خدمة سكايب من فلوريدا السيد توم حرب، مدير مركز التحالف الشرق أوسطي الأمريكي لدعم الديمقراطية. مرحبا بك معنا سيد توم. يعني ماذا يعكس أن يكون ملف خاشقجي أول مدخل لعلاقة بايدن بالقيادة السعودية؟ أولا مرحبا لك وللمشاهدين الكرام. أما موضوع السيد خاشقجي، طبعا من يضغط على هذه الإدارة بالذات؟ الإخوان المسلمين في مصر، ربما تركيا تضغط، والمجموعات الراديكالية إن كان في الداخل الأمريكي ولهم تأثير اليوم أكبر على إدارة بايدن، ومنهم منظمات إسلامية راديكالية بدون شك، وهي كانت تدعم يعني أما مندعمة من قبل الأخوان المسلمين. وإذا اليوم قرر الرئيس بايدن أن يختار بين العلاقة بين الأخوان المسلمين أما السعودية، فخياره في غير محله بدون شك، لأن العلاقات استراتيجية إن كانت على الاقتصاد أما أمن في منطقة الشرق الأوسط، بدون شك المملكة العربية السعودية هي منبع اقتصاد مهم للولايات المتحدة ومركز أمني مهم في الشرق الأوسط. فعليه أن يعرف الحقيقة السيد بايدن، ولكن الضغوطات عليه إن كان من الداخل الأمريكي أما المجموعات مثل الأخوان المسلمين وحتى إيران وتوغلها في اليمن، بدون شك رفع الحوثيين عن لائحة الإرهاب، هذا ورقة أعطاها الرئيس بايدن إلى إيران، وقوله بأننا سندافع عن المملكة إذا كان هنالك من هجمات، ما الهجمات كانت واضحة من قبل الحوثيين المدعومة من إيران، فمعناه أنه حديث الرئيس بايدن غير موزون بالنسبة للعلاقة مع السعودية. أما آخر نقطة إذا عن حقوق الإنسان في المملكة، بدون شك ولي العهد تقدم مسافات كثيرة في آخر 3 سنوات بالنسبة لحقوق المرأة، بحقوق مجالات عديدة والانفتاح على عدة قضايا مهمة في المملكة ويجب أن يعترف بها لتستمر، لأن إذا حاول التقييد على ولي العهد ربما الراديكاليين داخل المملكة سيودون يعني أستاذ توم، يعني ما الذي يعنيه إصرار بايدن التعامل مع الملك وليس مع ولي العهد؟ هل هذا يعني إلغاء لكل التفاهمات الأمريكية السابقة مع السعودية؟ نتمنى أن لا يكون هذا ذلك. إذا نوع من البروتوكول رئيس الولايات المتحدة يجتمع مع رؤوس وملوك الدول هذا شيء، ولكن في نهاية المطاف التعامل مع ولي العهد ضروري، لأنه برهن ولي العهد على التغييرات الجذرية، وولي العهد بدون شك هو تعين من قبل والده، فعلى الرئيس بايدن احترام قرار الملك في المملكة العربية السعودية. نعم، يعني ألا يعزز هذا التوجه لإدارة بايدن السعودية ومعها إسرائيل وغيرها من تغيير جذري من سياسة الولايات المتحدة اتجاه ملفات المنطقة وعلى رأسها الملف الإيراني؟ بدون شك اليوم العلاقات بين الدول العربية، دول الخليج وإسرائيل، وطبعا هنالك محادثات أمنية بين السعودية وإسرائيل عبروا عنها في عدة مجالات، وهي لضمانة وأمن الشرق الأوسط ضد إيران وتوغلها وزعزعة أمن المنطقة. فعلى الرئيس بايدن وإدارته أن يفكروا جيدا بهذه العلاقات الاستراتيجية التي تتقدم للأفضل للشعوب الشعب الإسرائيلي وشعوب الدول العربية، ويجب أن يحترمها. وأي عودة إلى الوراء، وخاصة بموضوع اليمن، المملكة العربية السعودية شنت الحرب على اليمن عندما قام الحوثيون ليس بس
بتهديد أمن السعودية من اليمن، وإنما بدخولهم إلى السعودية عندها شنت الحرب. هذا برغم إدارة أوباما كانت رافضة هذا الحرب، وانجبرت إدارة أوباما أن تدخل وتساعد في الحرب، ولكن اليوم عليهم أن يفكروا جيدا بموضوع اليمن، هل يريدون إيران نعم. على البحر الأحمر أم لا؟ نعم، وصلت الفكرة السيد توم حرب، مدير مركز التحالف الشرق أوسطي الأمريكي لدعم الديمقراطية، كنت معي من فلوريدا، شكرا جزيلا لك.